على المسرح القومي تم افتتاح العرض المسرحي الجديد المتفائل اللي بيقوم ببطولته النجم سامح حسين والنجمة سهر الصايغ ومجموعة أخرى من النجوم. في التقرير اللي جاي هيكون لينا لقاء معاهم، وكمان هيكون معانا لقاء مع رئيس المسرح القومي الفنان أحمد شاكر. معانا المتفائل النجم سامح حسين، أهلا بك على شاشة الشرقية. شاكرين جدا ومنورنا الشرقية، وكل جمهور الشرقية منورنا دايما. في البداية طبعا حابين حضرتك تكلمنا عن مسرحية المتفائل والنهاردة عرضها على المسرح القومي. المتفائل رواية للأديب الفرنسي فولتير، بتدور أحداثها في القرن الـ18 واسمها كانديد. دي الرواية الفرنسية، الأستاذ إسلام إمام المخرج عامل لها إعداد ومسميها المتفائل علشان ندي جرعة من التفاؤل والأمل وحب الحياة وحب البهجة للناس الجمهور. مسرحية استعراضية غنائية كوميدية على المسرح القومي، أول بطولة لي على المسرح القومي، ده شرف كبير أوي لي وحلم من أحلامي أن أنا كنت أقف على خشبة المسرح القومي اللي وقف عليه عظام الممثلين، يعني عظماء المبدعين في مصر والعالم العربي. عاملين حوالي 12 استعراض، عاملين المزيكا في المايسترو الأستاذ هشام جبر، واستعراضات الأستاذ ضياء شفيق، وعندنا ديكورات مبهرة جدا، لأن البطل رحلته بيروح لكذا دولة في العصر بتاع العصر النهضة ده، فعمل لنا ديكورات الباشمهندس حازم شبل، والأزياء المبدعة الأستاذة نعيمة عجمي. فيا رب يعني يبقى مجهودنا طول الشهور اللي فاتت دي يعني يليق بالمسرح القومي ويليق بالجمهور العظيم اللي هيجي يتفرج إن شاء الله. تحويل الروايات لأعمال خصوصا الكوميدية، هل بتواجهوا فيه صعوبة؟ لا، ما فيش صعوبة خالص، لو اللي بيعمل لها إعداد أو الأدابتيشن ده كان حد مثقف وحد قاري وحد فاهم دراما. فالأستاذ إسلام إمام ده خريج دراما ودارس دراما في المعهد الفنون المسرحية، ودارس دراما وإخراج في الأكاديمية في روما، فهو عارف هيصيغ الرواية بشكل عامل إزاي، خاصة أن هي 1000 وحاجة صفحة يعني. فإن هو ينقي المحطات اللي تليق ان هو يعملها وبخط درامي فيه انسيابيه، ده مش اي حد يعملها. لو حد مش فاهم الدنيا باظت منه. لكن احنا هنتكلم على المسلمات العامه، ان هي الروايه لما بتتحول لعمل فني ده اعظم بكتير جدا جدا ان هي تبقى مسرحيه بتتعمل للمسرح، سيناريو بيتعمل للفيلم او للسينما. لا، لما يبقى فيه روايه، وده أساس الفن على فكرة، زمان كانت روايات بتتحول لأعمال فنية، فده شيء جميل أعتقد إن احنا مفتقدينه دلوقتي.